بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليسوا بأنبياء وان النبوة ختمت برسول الله محمد صلى الله عليه واله الحديث السابع من احاديث هذا الباب عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الائمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه واله الا انهم ليسوا بانبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي. فاما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه واله. حاصل هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى اعطى رسوله محمدا صلى الله عليه واله منازل ورتب وخصه باحكام. باستثناء أمرين وهما النبوة وخصائص النبي في النكاح، فجميع المنازل والرتب والأحكام التي لرسول الله صلى الله عليه واله قد جعلها الله سبحانه وتعالى للأئمة عليهم الصلاة والسلام. الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، التفويض في امر الدين بالمعاني التي مرت، وكذلك الفضائل والمنازل التي لرسول الله محمد صلى الله عليه واله، الله باستثناء هذين الامرين اثبتها للائمة عليهم الصلاة والسلام. حديث المنزلة حيث يقول رسول الله صلى الله عليه واله ان تمني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. الفضائل التي كانت لموسى، الاحكام التي كانت لموسى جميعها كانت لهارون ايضا، قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى لاخيه: هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والرسول في حديث المنزلة يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، استثنى النبوة، فإن هارون كان نبياً وعلي عليه الصلاة والسلام لم يكن نبياً. فأولاً الميزة التي لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه نبي، والأئمة ليسوا بأنبياء. وليس ذلك نقصا في حقهم لاننا ذكرنا فيما مضى ان رسول الله محمدا صلى الله عليه واله كان نبيا وكان رسولا وكان اماما ومنزله الامامه اعلى من منزله النبوه والرساله ولذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان نبيا ثم رسولا ثم اختبره الله سبحانه وتعالى باختبارات بعد ان نجح في تلك الاختبارات الله سبحانه وتعالى جعله اماما وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما الكلمات التي اختبر الله سبحانه وتعالى نبيه ابراهيم، كانت بعد نبوته وبعد رسالته من جملتها إلقاؤه في النار، من جملتها أمره بذبح ولده اسماعيل. بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. على كل حال فرسول الله خص بالنبوة دون الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى في مسألة النكاح خصّ رسول الله بأحكام. هذه الأحكام خالصة للرسول. من دون المؤمنين وأيضًا من دون الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهذه الخصوصية كانت لمصلحة خاصة. مثلًا المؤمنون بشكل عام وكذلك الائمه زواجهم محصور باربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن رسول الله صلى الله عليه واله هذا التحديد لم يكن له لمصلحه اهم هي مصلحه الاسلام، لان الرسول عبر المصاهرات نشر الاسلام و عادة زوجاته كن نساء كبيرات في السن اما مطلقه او زوجها متوفى او زوجها مقتول عادة هكذا باستثناء خديجه وعائشه فخديجه عليها السلام كانت بكرا خلاف ما يشاع من انها قبل رسول الله صلى الله عليه واله كانت متزوجه كلا الشيخ المفيد يروي انها كانت بكرا وكان لها خمس وعشرون سنة حينما تزوجها رسول الله لا كما يقولون بأنها كانت في سن الأربعين هذه الزوجة الأولى ثم بعد وفاة, الرسول وفاة خديجة تزوج بسودة وعائشة وبعد ذلك حينما جاء إلى المدينة تزوج بمجموعة من النساء لنشر الإسلام تزوج بصفية لتأليف قلوب اليهود إلى الإسلام لأن صفية كانت يهودية من آباء يهود فأسلمت فتزوجها رسول الله بعد غزوة الخيبر وكذلك تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان في الوقت الذي كان أبو سفيان رأس الكفر والحرب ضد الإسلام وهكذا بسائر زوجاته من قبائل شتى. فلمصلحة الإسلام الله سبحانه وتعالى لم يحصر زوجات الرسول بعدد خاص. فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله عن تسعة زوجات. هذه من خصائص رسول الله في النكاح. من خصائصه في النكاح أنه جواز أن تهب المرأة المؤمنة نفسها للنبي فيستنكحها هذه من خصائصه في النكاح وهذه الخصيصة لم تكن لسائر المؤمنين ولا للأئمة عليهم الصلاة والسلام وأيضا وجوب التخير لنسائه بين أن يريدوه أو يفارقوه الله سبحانه وتعالى أنزل آية على النبي يخير زوجاته بين أن يختاروا الرسول أو يختاروا زينة الحياة الدنيا وهذا حكم خاص من النبي أما غير النبي فلا يجب عليه ذلك وإذا أراد أن يفارق زوجاته إنما يفارقهن بالطلاق من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله في النكاح أنه زوجاته يحرم عليهن الزواج من بعده أبداً يعني الرسول صلى الله عليه وآله توفي عن تسع زواجات فهؤلاء لأنهن أم أمهات للمؤمنين أمهات للمؤمنين يعني كالأمهات يحرم النكاح بهن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يجري بالنسبة إلى الأم فإذا الإمام طلق مرأة أو توفي عنها يجوز لها بعد العدة أن تتزوج وفي حديث أن أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد فاطمة الزهراء بوصية منها، يعني فاطمة الزهراء أوصت بأن يتزوج أمير المؤمنين بنت أختها، وفي حديث أن أمير المؤمنين أوصى بأن تتزوج هذه أمامه من بعده، لماذا؟ لأن معاوية كان يطمع في أن يتزوج بها لكي يصبح صهرا لرسول الله. صلى الله عليه وآله عن طريق حفيدته فأراد أن يغلق هذا الباب عليه فهذا الحكم الذي ذكرنا عدم جواز نكاح زوجاته من بعده أبدا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وأيضا من خصائص رسول الله في مسألة النكاح أنه يحرم عليه العقد بالإماء يعني الإنسان المؤمن اذا اراد ان يتزوج امة جائز ذلك، وان كان يكره لمن لم يخشى العنت كما في الايه الشريفه ذلك لمن خشي العنت منكم. لكن زواج الاماء بالعقد الدائم حرام على رسول الله صلى الله عليه واله. اذا هذه خصائص في النكاح لرسول الله صلى الله عليه واله. الأئمة لا يشاركونه في ذلك، ولكل خصيصة من الخصائص عله مذكوره في كتب التفاسير وفي كتب السيره الآن ليس ليس موضوعنا في ذلك، ثم ان لرسول الله صلى الله عليه واله خصائص أخرى خارج دائرة النكاح، ظاهر هذا الحديث الشريف الحديث السابع من هذا الباب هو أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يشاركون رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الخصائص، في كتاب الشرائع ذكر مجموعة من الخصائص، منها وجوب السواك، المسلمون يستحب لهم السواك، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك مستحب ومستحب مؤكد، لكنه كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه واله من خصائصه، ظاهر هذا الحديث اشتراك الائمه معه في هذه الخصيصه، صلاة الوتر كانت واجبه على رسول الله صلى الله عليه واله التي تصلى ركعة واحدة بعد صلاة الليل والشافع. هذه كانت واجبه على رسول الله لكن على سائر الناس مستحبه الاضحيه انت رايح للحج في حج التمتع يجب عليك ان تقدم هديا بس خروف بعير بقر لكن اذا لم تكن حاجا في بلدك يستحب القربان بالاضحية تذبح لك خروف في يوم عيد الاضحى او تنحر لك ابل او تذبح بقرة هذا مستحب ومن المستحبات المؤكدة لكنها كانت واجبة الاضحية على رسول الله صلى الله عليه واله قيام الليل بالنسبة إلى المسلمين مستحب أن يقوم الإنسان في الليل بالعبادة، لكنه كان واجباً على رسول الله صلى الله عليه واله، قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً. ومن المحرمات على رسول الله هذه اللي التي ذكرناها من الخصائص الواجبة، هسه من الخصائص المستحبة خائنة الأعين كانت محرمة على رسول الله، يعني أن يغمز بعينيه. لاية شريفة يق... تقول يعلم خائنة الأعين أحياناً الإنسان بعينه يشير إشارة ما يريد يتكلم ما يريد بعض الناس يلتفتون بعينه يشير إشارة هذه تسمى خائنة الأعين هذه محرمة على الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك من المحرمات على رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة الواجبة وأبيح للرسول صلى الله عليه وآله صوم الوصال إحنا بالنسبة لنا كمسلمين صوم الوصال محرم صوم الوصال محرم يعني شنو؟ يعني الإنسان يصل اليوم الثاني باليوم الأول بالصوم يعني يصوم يوميا مع الليل الفاصل بينهما هذا يسمى صوم الوصال وهذا من المحرمات الآية الشريفة تقول ثم أتم الصيام إلى الليل لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله أبيح له ذلك مو حرام عليك ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وآله خص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه إحنا عندما ننام النوم يغلب على عيوننا فلا نرى حتى بعض الأحيان نشوف واحد نائم عينه مفتوحة لكنه لا يرى. وأيضا لا يشعر، لا يدرك. المشاعر أيضا تتعطل. بالنسبة للرسول صلى الله عليه واله كانت تنام عينه، لكن لا ينام قلبه. المشاعر كانت موجودة حتى في حالة النوم. من الأمور العادية الطبيعية بالنسبة لنا أننا نرى من أمامنا، لكن لا نرى خلفنا. يعني الآن دا أشوفكم لكن الذي يقع خلفي أو الشيء الذي يقع خلفي لا أراه هذا القانون الطبيعي المادي الذي جعله الله سبحانه وتعالى لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرى خلفه هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله زين هذه الخصائص للرسول الخصائص في النكاح هي خاصة بالرسول لا يشاركه فيها أحد أبدا حتى الأئمة لكن سائر الخصائص حسب ظاهر هذا الحديث إن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يشتركون معه إذن هم ليسوا أنبياء وبعض الخصائص تكون للرسول ليس لهم أما سائر المنازل وسائر الأحكام الله سبحانه وتعالى جعلها للرسول وجعلها لهم من أهمها الطاعة أوجب طاعة الرسول أطيع الله وأطيع الرسول وأوجب طاعة الأئمة وأولي الأمر منكم كما بينا هذه الآية مفصلا المقصود بها الأئمة لأنهم المعصومون وهذه الآية يس يستحيل أن يراد بها إطاعة غير المعصوم كما مر مفصلا. وقد اجمعت الامه على ان الصحابه التابعين لم يكونوا معصومين، فلا كلام فيهم. فينحصر الامر في الائمه عليهم الصلاه والسلام من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. زين. عن محمد بن مسلم يقول: سمعت ابا عبد الله الامام الصادق يقول: الائمه بمنزله رسول الله. يعني جميع الخصائص والفضائل التي للرسول الله سبحانه وتعالى جعلها للائمه عليهم السلام. إلا انهم ليسوا بانبياء هذا الفرق الاول. الله اصطفى محمدا صلى الله عليه واله واصطفى الائمه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هم الائمه عليهم الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى عصم الرسول وعصمهم. الله اوجب اطاعه الرسول واوجب اطاعتهم. الله هو الذي عين الرسول وهو الذي عين الائمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. الائمه بمنزله رسول الله الا انهم ليسوا بانبياء، هذا اولا الفرق، والفرق الثاني ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي صلى الله عليه واله. فاما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه واله. لا شك ان رسول الله افضل منهم. هذا لا شك فيه، لكن جميع خصائص الرسول باستثناء النبوه وخصائص النكاح، الله جعلها للرسول وجعلها للائمه عليهم الصلاه والسلام. حتى في الاخره درجتهم واحدة ولو رسول الله صلى الله عليه وآله ثوابه أكثر لكن درجتهم واحدة والله سبحانه وتعالى يلحق كل إمام بمنزلة ودرجة رسول الله صلى الله عليه وآله عبر الابتلاء يعني الله سبحانه وتعالى خلق الرسول أفضل من الأئمة وهو في الدنيا أفضل منهم وفي الآخرة أيضا أفضل منهم لكن الدرجة التي فيها رسول الله صلى الله عليه واله، هذه الدرجة معه فيها الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن ألحقهم الله بتلك الدرجة بالابتلاء الذي ابتلاهم به، هذا الابتلاء كان رفعًا لدرجاتهم، وفي حديث شريف محمد بن مسلم وغيره قد سمعوا من الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول ان الله سبحانه وتعالى عوض الحسين عن قتله بان جعل الائمه في ذريته والشفاء في تربته واستجابه الدعاء تحت قبته واعمار ولا يعد من اعمار زائريه ذهابهم وإيابهم يعني الله سبحانه وتعالى بهذا المقدار يطيل في أعمار زائريه هذه أربعة أمور الله سبحانه وتعالى منحها للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عوضا عن استشهاده زين محمد بن مسلم سمع هذا الكلام من الإمام الباقر طبعاً محمد بن مسلم كان فقيها من فقهاء أصحاب الإمام الباقر والصادق. زين بعد سنوات وطبعا الإنسان الفقيه يزداد علما، وكلما درس عند الأئمة ازداد علما. بعد سنوات سمع نفس الكلام من الإمام الصادق أن الله سبحانه وتعالى عوض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عن قتله، جعل الأئمة في ذريته الشفاء في تربته، استجابة الدعاء تحت قبته، والذهاب والإياب إلى زيارته لا يعد من أعمار زائريه يعني إذا زائر مثلا مقدر له ستين عاما الله قدر له ستين عاما فهذا ذهب إلى زيارة الإمام الحسين ورجع وذهاب وإياب مثلا طول شهر هذا الشهر لا يحسب من الستين عاما التي قدرها الله له يعني راح يعيش ستين عام وشهر الله سبحانه وتعالى يضيف في عمره ذلك زين محمد بن مسلم عندما سمع هذا الحديث من الإمام الصادق مرة أخرى بعد أن سمعه من الإمام الباقر خطر في باله سؤال قال هذه خصال تنال بالحسين يعني شنو خصال تنال بالحسين يعني أولاد الإمام الحسين وذر وذرية صاروا أئمة المريض يشفى بتربة الإمام الحسين صاحب الحاجة الله يستجيب حاجته تحت قبة الإمام الحسين زائر الإمام الحسين مدة زيارته لا تعد من عمره هذه خصال تنال بالحسين يعني آخرون ببركة الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الأمور فما للحسين في نفسه هو بنفسه شنو حصل؟ شنو الله سبحانه وتعالى اعطاه؟ فقال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان الله ابلغه درجة رسول الله صلى الله عليه واله او كما قال يعني الامام الحسين لنفسه شنو حصل؟ ان الله سبحانه وتعالى رفعه الى درجة الرسول صلى الله عليه واله. في الجنة يكون مع الرسول، وفي تلك الدرجة وبتلك المنزلة. طبعا كل الائمة هكذا، لكن كل امام بطريقة بابتلاء. الامام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، امير المؤمنين بطريقة اخرى، الامام الحسن عليه الصلاة والسلام بطريقة اخرى، والى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بطريقة، كل واحد منهم بابتلاء الله سبحانه وتعالى رفع درجته الى منزلة رسول الله صلى الله عليه واله، فإذا هم الرسول افضل منهم لا شك في الدنيا والاخره، لكن الله سبحانه وتعالى جعل خصائص الرسول لهم باستثناء هذين الامرين، النبوة أولا وثانيا خصائصه في النكاح. فمن مجموع أحاديث هذا الباب نستفيد أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفضل غير نبي على سائر الناس. ذو القرنين الله فضله ولم يكن نبيا. الخضر الله سبحانه وتعالى فضله بالعلم وبغير العلم ولم يكن نبيا. وصي سليمان آصف بن برخيا الله سبحانه وتعالى فضله بالمعاجز، ولم يكن نبيا، فإذا قلت أن في هذه الأمة المرحومة الله سبحانه وتعالى فضل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولم يكونوا أنبياء، فليس بمستغرب. لأن ما صنعه الله بالنسبة, بالنسبة إلى الأمم السابقة يصنعه بالنسبة إلى هذه الأمة بطريق أولى لأن هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة أكو حديث يروى حتى العام يروى أنه ما جرى على بني إسرائيل يجري في هذه الأمة حذو القدة القذة بالقذة زين يعني الشبهة تامة زين ما جرى في تلك الامم يجري في هذه الامه ايضا. زين الله سبحانه وتعالى الفضائل التي جعلها للامم السابقه لا يعقل ان لا يجعلها لهذه الامه وهذه الامه افضل من تلك الامم. الله سبحانه وتعالى حول بني اسرائيل يقول: "اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين". زين هذه الامه الأمة الإسلامية أفضل من بني إسرائيل كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني صرتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فالفضائل التي كانت في الأمم السابقة موجودة في هذه الأمة أيضا بطريق أولى زين فهل يعقل ان في تلك الامم يوجد غير انبياء ولهم هذه المنازل؟ عاصف بن برخيا باقل من طرفه عين من ارتداد الطرف ياتي بعرش بلقيس من سبأ في اليمن الى بيت المقدس في فلسطين وهو ليس بنبي انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي والله سبحانه وتعالى يعلم خضرا علوم لم يعلمها لموسى عليه السلام بل امر موسى ان يتبعه ليتعلم منه القضيه معروفه قضيه السفينه والغلام والجدار هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكذلك بالنسبة إلى ذي القرنين الله سبحانه وتعالى علمه علم الأسباب ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا. ففي تلك الأمم يوجد أشخاص ليسوا بأنبياء بهذه المنازل فواحد لا يستبعد أن توجد في هذه الامه اشخاص من اهل بيت الرسول صلى الله عليه واله لهم منازل كتلك المنازل بل اعظم من تلك المنازل، لا يستغرب ذلك وقد دلت الادله الصحيحه من القران ومن الروايات على ثبوت تلك المنازل لهم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين